مدارس منارات تبوك النموذجية الأهلية، بناء الشخصية هدفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط، أهلا بكم ومرحبا مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم إن شاء الله بعنوان استراتيجية حل المسألة. فكرة هذا الدرس أحل المسألة باستعمال استراتيجية حل مسألة أبسط، كذلك معرفة الخطوات الأربع لحل المسألة. اتباع الخطوات الأربع لحل المسألة. إذن ما هي خطواتك في حل المسألة؟ عند حل المسألة ما الخطوات التي يجب أن تتبعها في حل المسألة؟ نشوف الخطوات. المفروض أول شيء افهم، ثم خطط، ثم حل، ثم تحقق. افهم أي اقرأ المسألة جيدا وحدد ما المطلوب منك لحل المسألة. خطط أي ضع خطة مناسبة لحل المسألة، حدد الطريقة التي سوف تحل بها هذه المسألة. حل أي بالفعل، امسك القلم وابدأ بالحل. تحقق أي تحقق من معقولية الناتج، بعد الانتهاء من الحل تحقق من معقولية الناتج الذي ظهر معك. نطبق هذه الخطوات في الحل الآن. حل مسألة أبسط. عبد الحميد، سأقوم أنا وأصدقائي في يوم نشاط المدرسي بطلاء لوح خشبي ولشراء الأدوات اللازمة. نرغب في معرفة المساحة التي سنقوم بطلائها، ويبين الشكل التالي اللوح المراد طلاؤه. هذا هو اللوح الخشبي المراد طلاؤه. مهمتك إيجاد المساحة المراد طلاؤها. المطلوب منك إيجاد مساحة هذا اللوح الخشبي المراد طلاؤه. إذن هذا الشكل الذي أمامنا، ما هذا الشكل؟ هل هذا الشكل مستطيل؟ بالطبع ليس مستطيل، لأن به تجويف كما نرى. هل هذا مربع؟ ليس مربع. هل شبه منحرف؟ طبعا ليس شبه منحرف. إذن فما هذا الشكل؟ هذا النوع من الأشكال يا شباب يسمى أشكال مركبة. أشكال مركبة أي أن هذا الشكل به أكثر من شكلين، أو يمكن استخراج منه أكثر من شكل. بمعنى لو إحنا رسمنا مثلا خط وصلنا النقطة هذه بهذا الضلع، سوف يظهر معنا مستطيلين يعني بالشكل هذا. أصبح عندي شكلين مستطيلين، هذا مستطيل وهذا مستطيل. إذن من السهل إيجاد مساحة هذا المستطيل ومساحة هذا المستطيل، وبجمع مساحة المستطيلين نحصل على مساحة الشكل ككل، أي مساحة اللوح الخشبي. نشوف الحل. افهم، تعرف أن اللوح الخشبي مكون من مستطيلين. نحن قرأنا المسألة جيدا وتأملنا الشكل واستطعنا أن نحن نستخرج من الشكل مستطيلين. وصلنا هذه النقطة بهذا الضلع بالشكل هذا، أصبح عندي مستطيلين. خطط، طبعا إحنا حطينا الخطة نحن نحسب مساحة كل مستطيل ثم نقوم بجمع المساحتين. نجيب مساحة المستطيل هذا ومساحة المستطيل هذا، ثم هنجمع
المساحتين، يطلع عندي مساحة الشكل كله. الحل، الآن سوف نبدأ الحل. مساحة المستطيل الأول ميم واحد تساوي الطول ضرب العرض. الطول بكام؟ طول من الرسمة بعشرة، والعرض كام؟ العرض خمسة. إذن عشرة ضرب خمسة ناتج كام؟ 50 سنتيمتر مربع. الآن هنوجد مساحة المستطيل الثاني اللي هو طوله كام؟ 8 وعرضه 7. مساحة المستطيل الثاني طول ميم 2 تساوي طول ضرب العرض تساوي 8 ضرب 7 تساوي كام؟ 56 سنتيمتر مربع. إذن المساحة الكلية أي مساحة اللوح الخشبي تساوي 50 زائد 56 تساوي 106 سنتيمتر مربع. الآن نتحقق من معقولية هذا الحل. كيف نتحقق من معقولية هذا الحل؟ نعتبر أن الشكل هذا هو شكل مستطيل كامل ليس به تجويف ولا شيء. هنجيب مساحته 10 ضرب 13 كام؟ 130. وعندي مساحة اللوح الخشبي كام؟ 106، وهي أقل من مساحة 130. إذن الحل معقول. تحقق تقل المساحة الكلية عن مساحة الشكل اللوح الخشبي عن مساحة اللي هي 10 ضرب 13 تساوي 130. إذن الإجابة 106 معقولة. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. قام سالم بإلصاق ورق جدران على أحد جدران منزله. ما مساحة ورق الجدران الذي استعمله؟ سالم قام بإلصاق ورق جدار على هذا الجدار. ألصق ورق جدران على هذا الجدار. لاحظ أن في منتصف الجدار شباك. هذا الشباك طبعا هنستثني مساحته من مساحة الجدار ككل. فعندي الشكلين، شكل مستطيل اللي هو الكبير هذا، وشكل مستطيل الصغير اللي هو مساحة أو اللي هو الشباك. فنحل كيف؟ نفس الطريقة، هنوجد مساحة المستطيل الكبير ونوجد مساحة المستطيل الصغير، ثم الفرق بين المساحتين هيعطيني مساحة ورق الجدران. شوف الحل. الحل، بداية الشكل عبارة عن مستطيلين. احنا تأملنا الشكل وقدرنا نستنتج ان هنا فيه مستطيلين، مستطيل كبير ومستطيل صغير. هنجيب مساحة المستطيل الأول اللي هو طوله 4 وعرضه 3.5. الطول في العرض أي 4 ضرب 3.5 يساوي 14 متر مربع. الوحدة هنا بالمتر، 14 متر مربع. مساحة المستطيل الثاني الطول ضرب العرض. فين الطول؟ 2 متر والعرض 1 متر. إذن المساحة تساوي 2 ضرب 1 تساوي 2 متر مربع. الآن هنوجد مساحة ورق الجدار. هنطرح طبعا 14 ناقص 2، 14 ناقص 2 يساوي كام؟ 12 متر مربع. يبقى مساحة ورق الجدار كام؟ 12 متر مربع. لاحظ ان 12 متر مربع تقل عن مساحة الجدار ككل باعتبار ان الشباك ما هو موجود اللي هي 14. اذن الحل معقول. ننتقل الان الى مسألة اخرى، وهي المسألة الاخيرة في درس اليوم. سفر، يريد محمود ان يسافر بسيارته من مكة المكرمة الى المدينة المنورة التي تبعد عنها مسافة
360 كيلو متر مربع. وبعد 3 ساعات من الانطلاق كان محمود قد قطع 3/4 المسافة. ما الزمن المتبقي ليصل إلى المدينة المنورة؟ نقرأ المسألة ونفهم ما المطلوب مننا. المطلوب الزمن المتبقي ليصل محمود إلى المدينة المنورة. طيب ما المعطيات اللي عندنا؟ بيقول إن محمود بعد 3 ساعات كان قطع من المسافة 3/4 المسافة. إذن لاحظ 3 ساعات أخذ 3/4 المسافة، يعني كل 1 ساعة ربع المسافة. إذن ما الزمن المتبقي؟ علشان نعرف الزمن المتبقي نعرف المسافة المتبقية. المسافة المتبقية كام؟ ربع. وإحنا إن الربع قلنا الربع المسافة بياخد من الزمن كام؟ بياخد 1 ساعة. نشوف الحل. الحل: قطع محمود 3/4 المسافة في 3 ساعات. إذن لكل ربع المسافة، لكل ربع المسافة يأخذ 1 ساعة. ربع المسافة 1 ساعة. بما أن المسافة المتبقية الربع، إذن الزمن المتبقي ساعة واحدة. إذن الزمن المتبقي ليصل محمود إلى المدينة المنورة ساعة واحدة. وكذا نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.